আপনারা দেখছেন সিএনডব্লিউ নিউজ টিভি। المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إننا ضعفاء اللهم إننا ضعفاء فقض في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هداة مهديين اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إن نواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين আমাদের জন্য নসিব করে দেন আল্লাহ বিনা হিসাবে জান্নাত নসিব করে দেন আল্লাহ আপনি জিজ্ঞাসা করলে আমাদের কোনো জবাব থাকবে না আল্লাহ আমরা হালাক হয়ে যাব আল্লাহ আমরা হালাক হয়ে যাব আল্লাহ আমরা ধ্বংস হয়ে যাব আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানের পেরেশানি থেকে কবরের আযাব থেকে জাহান্নামের আযাব থেকে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে মুক্তি দিয়ে দেন আল্লাহ আপনি আমাদের নাজাত দিয়ে দেন আল্লাহ আপনার হিসাব থেকে নসিব করে দেন আল্লাহ এই সমাজে বাইরে দেশে আপনার বান্দারা আল্লাহ তাদেরকে ইলম নসিব করে দেন আল্লাহ ওলামায়ে কেরামের মহব্বত তাদের অন্তরে নসিব করে দেন আল্লাহ ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে দিন শিকার তৌফিক তাদেরকে নসিব করে দেন আল্লাহ জিকিরের তৌফিক নসিব করে দেন আপনার
علم مطابق زندگی بنائے بر توفیق نصیب کرے دین اے اللہ حسن معاشرت قائم کرے دین اے اللہ حسن معاشرت قائم کرے دین اے اللہ انصاف قائم کرے دین اے اللہ انصاف قائم کرے دین انصاف والا زندگی ہمیں نصیب کرے